السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم راح نحكي عن رافعة الجبسن بورد وطريقة تركيبها، يعني كيف انك انت تجمعها. طبعا رافعة الجبسن بورد ليش احنا بنستخدمها؟ بنستخدمها في عدة حالات، اهم حالتين منها انه انا مش بحاجة شغيل يشتغل معاي، انه انا بشتغل لوحدي، تمام؟ والشغل الثاني لما تكون انت ماسك وشغيل ماسك من الجهة الثانية، مع الرفع من الوسط الجبسن بورد بكون متآكل بيضعف، تمام؟ فهاي لا، بتشيل اللوح بتركبه بالطريقة اللي بدك اياها وبتسنتره بكل هدوء وبيركب معاك 100%. الان بنبلش مع بعض في اللي هي رافعة الجبسن بورد. طبعا هاي هي رافعة الجبسن بورد، هاي هي وهاي الماركة تبعتها، تمام. والآن بنبلش بأول مرحلة اللي هي القاعدة. القاعدة شايفين دائرة زي هيك، تمام، إلها بن، وهالبن شو بنعمل فيه؟ بنفكه، تمام، عشان تفرد معنا. طبعا هاي هو البن، هاي هو من هون، خلينا نفرجيكم اياه. هاي من الخلف، هاي هو داقر، هاي الحديد اللي من هون، تمام. بس شو بنعمل احنا؟ ننزل زي هيك وبنرفع هاي. طبعا بس مجرد ما نزلناه لتحت صاروا الثلاث عجال راكبين بكل سهولة بالطريقة اللي احنا بدنا اياها. طبعا بفتح هيك وبسكر، تمام، وهاي امانها، تمام، هيك 100%. وثاني مرحلة اللي بنركبها بهاي المنطقة، تمام، اللي هي هون، تمام. شو بنركب؟ بنركب العمود الفقري تبعها اللي هو هذا، هو بهاي المنطقة. طبعا بيركب من هون له قاعدة، وله قاعدة من هون تمسكه، تمام. هيك بتكون ركبة القطعة الثانية. طبعا شغلتها سريعة وتركيبها سهل جدا، تمام، بس احنا بدنا نعرف شو الطريقة اللي بنركبها. طبعا إلها ذراع، هاي هي الذراع اللي هي هون، تمام، هذا البروي، تمام، وبنركبه هون. وبنركب عليها السمونة، طبعا هاي متحركة، وبس في الأخير بنكربها كرب كلي مبدئيا زي هيك. بتشوفوها في بن ثاني هون، هيو، تمام، بس بترجعها لورا هاي، تمام، وبترفعها لفوق. حلو، هيك صارت راكبة عليها القطعة. هاي البريك هنا لما بدنا نثبت، يعني واحنا بنرفعها، وهاي هيك كل ما بدنا نثبت، هاي بريك لها، وهاي الذراع اللي بدك تنزلها هيك، بتنزل وعكسي بترفع، تمام، مجرد ما انت تكون رافع البريك اللي هون. والآن بنيجي بنركب اكتاف الماكينة، تمام، وبعدين بنركب اللي هم الذرعان، هذول الذرعان، تمام. طبعا الهن هون برضو نفس الاشي بن عشان يثبت على القاعدة هون. شو بنعمل؟ ها، صوت لك فيها، تمام، هيك ثبتت. والقاعدة والذراع الثانية إلها برضو نفس الشيء، لك هون،
تجمعها من هون وبتركبها زي هيك، ركبت تمام. وبعدين الايدين بنركب الايدين هذولا. طبعا في ايدين، هاي مدخل 2 3 وهاي برضو لك إلها عشان ايش نحدد المسافة اللي بدنا نوسع فيها الذراع. تدخل من هاي الجهة هيك كفاية، وهاي الذراع الثانية البن بنسحبه لورا للخلف، وبعدين بندخلها بالطريقة هاي وبندخلها بالفتحة المخصصة إلها. لما بدنا نحمل لوح الجبسن بورد هاي وهيك بنكون انهينا تركيب رافعة الجبسن بورد وبتكون جاهزة للتركيب. مثل ما انت شايفين طبعا انت مش بحاجة شنهيل او صدى